أهلاً وسهلاً بكم مشاهدي قناة الأيام الفضائية وبرنامج ويا أحبابنا. اليوم من موقع الكرادة والناس اللي يشوفونه ما شاء الله بالكرادة، إن شاء الله تكون حلقة مميزة ويا أحبابنا وجوائزنا وهدايانا. طبعاً راح نشوف من اللي يسعد الحال واللي راح ياخذ جائزة، وإحنا المعروفين عنا طبعاً شنو، نعطي جائزة بدون ما نسأل أو ما نسأل. فلذلك شوفوا انه ما شاء الله، واليوم هم مناسبه حلوه والناس كلهم ملتمين بالقهوه بلاده، برشلونه والريال، والريال فايز 2 وبرشلونه يعني احتمال يتعادلون واحتمال هذا، فالف تحيه لجمهور برشلونه والف تحيه لجمهور الريال. اذا تعالوا ويانا بعد الفاصل ونشوف برنامجنا ويا احبابنا ومن اللي راح يسعده ونعطي هديه. قناه الايام الفضائيه وبرنامج ويا احبابنا وماجد ياسين بالكراده. رحيم مطشر مو تقول تحكي، الريال فازوا لا لا غصبا على خشمك. نرجع نرجع ما ترجع رحيم مطشر، انت بالشعر انت وبرشلونه شو عليك؟ تعطيهم يعطونك المول، يعطونك المول شنو؟ بس فايدتك يعطونك المول. اتمنى هذا الصوت الصوت يوصل تشاف، اتمنى يوصل الصوت تشاف. ولا ما جاوبت مبين راح نقرك بحي. متعارك وياي يقول اليوم يفوز يفوز ابو الشلغم يفوز. فوز شوف ربعك وين صاروا؟ ثلاثة لا احنا خال امي فرنسية ابويا ايطالي. الريال الريال خالي الريال. تعال رحيم منتشر لا تزعل. تعال ويانا والمخرج محمد سلمان شرحاننا. ما ادري يا جايبنا هي شيء. تعال استاذ اوقف هنا. تعال هنا اوقف. تعال استاذ هنا حتى انا ما اعرف احنا نوزع هدايا لو انا افتر ورا المخرج. الله يكون بعوني من ورا المخرج محمد سلمان. رجعنا وياكم بعد الفاصل مشاهدي قناة الأيام الفضائية وما زلنا في منطقة الكرادة تاج راسي. طبعاً في حلقات سابقة نوهنا مع أحد المشاهدين اللي طبعاً المارة الناس والمشاهدين أنه قلنا لا يعني أكو واحد كان اللي يبيع ساعات وسبح وشغلات مثل ما تشوفون أبو سلام. أبو سلام طبعاً قديم وتذكرون عليه وقلنا له راح نجيب لك هدية بعد موافقة القناة فارتئة القناة الأيام الفضائية أنه طلب تليفون جبنا له تليفون. لكن عندنا أيضاً بعض الأسئلة، خلينا نشوف الأسئلة. السلام عليكم. مرحبا أستاذ أهلاً وسهلاً. شلونك أستاذ؟ طبعاً الجمهور اليوم ما شاء الله بالكرادة يحبون الريال والبرشلونة، لذلك اليوم مخبوصة الكرادة وبغداد يعني على برشلونة وأيضاً الريال. قد النتيجة اليوم؟ 2-1 الريال و1 برشلونة. عادي عادي خليه ولا يهمك ولا يهمك ولا يهمك ولا يهمك ولا يهمك ولا يهمك. استاذنا شلونك؟ والله الحمد لله بخير وبسلامة، وإذا قناة الأيام قناة موفية بوحدها وجدتي. احنا ايش قلنا لك؟ ايش قلنا لك قبل شهرين؟ هي مو قناتك، قناة الجماهير. الله يعزك الله يخليك منورها حضرتك. الله يسلمك والكادر الطيب هذا لذلك. قناة الأيام كل يعني كل أهل الكرادة يتفرجون. أنت اللي مرة قلت احنا أبو ياسين يرد لنا في التليفون. اي والله المسؤولين بالقناة سيد المدير العام والسيد مدير البرامج وأيضا سيد المخرج والقائمين على القناة قال أبو ياسين تروح تودي له هدية. إن شاء الله. وأنا جبنا لك هدية. هي محطة صادقة. الله يسلمك. بكلامه صادقه بانباءها صادقه يعني الله يسلمك الله يعزك الشعب يعني بدول عمرك الله يخليك. احنا اليوم عندنا اسئله والاسئله تخص ولاده الرسول محمد عليه افضل الصلاه والسلام. نعم اكو ايات نزلت بحق الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. هوايه هي هوايه تخص الاخلاق تخص القيم مثلا وانك على خلق عظيم كل الانبياء صاحهم باسمائهم الا النبي محمد ما ذكر بالنبي النبي محمد كل نعم. يا موسى يا عيسى يا هارون كل الانبياء ذكرهم باسمائهم ما عدا النبي محمد عليه افضل الصلاه والسلام. سلام عليه النبي. كل عام وانتم بخير وكل الايام خير. اليوم شو فارغ الكراتي؟ اي والله مو هاي لعبه لعبه وان شاء الله لعبه خلصت مو ان شاء الله يوم المنتخب نحن نريد يوم المنتخب نحن خال امي فرنسيه ابويا ايطالي ميكاني مو عندنا مشجعين لذلك احنا ليش مو الزوراء الشرطه مو احنا لازم نحترم اراء الناس وجهه نظر احنا اليوم الزوراء لها جمهورها مع اعتزازي الجويه لها جمهورها الشرطه كل الانديه لها جمهورها انا رجال كبير دقه قديمه احب انا باهل بلدي والله بالعكس
العراق فقط. احنا ايضا 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 احنا تدري يعني شلون اللي... احب قناه الايام الله يسلمك ويحفظها. طبعا هي من زينات، هي تدري اليوم انا اللي حبي وولائي للقناه وحب ولائي للنادي وحب ولائي لبلدي وحب ولائي وصل فعلا احنا لانه وعدينا صدقت. لا واحنا مصورنا قلنا لك يا ابو سلام احنا راح هذا كلامك والهديه اللي تريدها نوصلها للقناه. وفعلا السيد المدير العام والمدير البرامج والمخرج قالوا ابو ياسين شو تودي الهديه؟ وين الهديه؟ حتى نسولف وياه شويه خلينا نشوف الهديه. وين الهديه؟ هاي الهديه منين استلمها؟ ها؟ هذا موبايل شركه في اي بي اللي استلمه من من المول؟ طبعا مول بغداد مشكور جمهورنا. مول بغداد كشخه تفرق لك في اليوم هذا موبايل جانا من التوب. مول بغداد ما تندل؟ لا والله انا ما اطلع من كلامك. اي واحد من ولدك موجودين؟ اي واحد من اربعك مو؟ مول الحارثيه؟ ايه هذا الكشخ الحلو تعطيهم يعطونك المول. يعطونك المول شنو؟ السيفايتك يعطونك المول. يقول يعطونك المول. على كل تحياتنا واحتراماتنا. ومع ذلك انا حطيتك تليفوني. ايه يلا سجل تليفوني. هسه حطيتك تليفوني حتى شو اسوي هناك؟ وين هذا حتى شو اسمه؟ هسه راح نعطيك تليفون. هسه خلينا نكمل. اول شيء واخر شيء نشكر قناه الايام، قناه الصادقه الواعده اللي الشعب العراقي تقريبا 70 75% يشاهدها. 75%؟ اي 90. الله يبشرك. جد يعني متاكد هذا الحكي؟ ان شاء الله خير. انت جرب شوف والريحه الطيبه بيك حضرتك. الله يسلمك. انت طيب، انت الراقي، انت ذئب. انت تقول 75 الايام. قناه الايام مثل معون فاكهه. الله تختار منين تكفر لك. الله هذا الحكي الحلو والله العلي العظيم. مع اعتزاز وحب وسلام لكل قنواتنا. تحياتنا لكل قنواتنا اللي موجوده. احنا تدري احنا نحب كل الفضائيات. لا لا على على التعيين الفضائيه اللي بها استاذ ماجد. يعني انا باكر اذا لا لا العفو هذا الشرف لك. الشرف لك. الشرف لك. الشرف بس هي قناه صادقه بوعودها. بوعودها الحمد لله جيت ولهذا. وعندما الفضائيات يعني الموجوده الفضائيات ايضا محترمه وايضا محترمه وجمهوره محترم. شوف استاذ ماجد احنا انتم وعدتوا وشوفوا وفيتوا. الله يسلمك. هي قناه الوعود لازم الله يسلمك طول عمرك. الله يخليك ان شاء الله. ان شاء الله تسلم لي يا حبيبي ابو سلام. ان شاء الله اذا المره الثانيه بنجي. احنا تدري هاي الهدايا مقدمه من مول الحرفيه. مول الحرفيه قدم هدايا حقيقه نموذجيه ومحترمه تليق بالمتلقي بالمشاهد وايضا تليق باللي نشاهده. احنا من صارت الهدايا واجت الهدايا وبدت راح توزعون جوائز. فقلت لك القناه قال اول ما تروح ابو سلام الزلمه اللي قلت وراح نعطيك هديه. اي والله بالله واحنا خدناهم. والله يسلمك. تفرح بولد ولدك. الله يسلمك. فدوه عمرك. ممنون. ويرحم الوالد. الله يسلمك. الله يسلمك. ادارتها. الله يسلمك. ومديرها ومنتجها. ممنون ممنون. كل هالشباب ومن طيبتك ابو اسلام. فرصه سعيده. جمهورنا الكريم مشاهدي قناه الايام الفضائيه وبرنامج ويا احبابنا ما زلنا في موقع الكراده واليوم ايضا من مشجعي برشلونه. نسلم عليه. لا 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 بالعكس انا احب برشلونه. طبعا انا الحين منتشر برشلوني على راسي وانا ريال. رحيم رحيم يقول لي شلون ما نغلبكم انت مخبل؟ قلت له عمي شنو عركي شنو هذا؟ قال لا نغلبكم. قلت له بنجيما وين راح يصير؟ والله شوف طبعا تحياتي تحياتنا طبعا كل جماهير. الله يسلمك. تحياتي لقناة الأيام الفضائية طبعا مبدعين دائما جوائزكم بحضوركم بالشارع. تحياتي لك. الله يسلمك. شلون كانت اليوم الخسارة اليوم جمهور برشلونة ما يستاهل يعني حقيقة يخسر؟ والله شوف الصراحة احنا كنا مصدرين الدوري. ايه؟ بس اللي أثرت علينا مباراة الإنتر يعني. انت خسران مباراة مهمة كلش يعني لو فايزة تتأهل. من خسرنا المباراة جينا المباراة حاسمة يعني لازم نتصدر الدوري إذا نفوز بيها. فصار الضغوط على اللاعبين. اليوم اللاعبين اللي موجودين لهم تأثير مباشر يعني. طبعا يعني عندكم نقص. أتمنى أتمنى هذا الصوت. الصوت يوصل تشافي. أتمنى أتمنى يوصل الصوت تشافي. يا أخي بوسكيتس بطيء يعني اليوم الوسط مختفي. يعني عندك أنت فينيسيوس سريع، عندك فالفيردي سريع، عندك بنزيما يعني يطلع من خارج منطقة الجزاء حتى يستلم كرات، أنت منزل لي بوسكيتس وسط. زين اسألك سؤال. شو اسمك انت؟ احمد. احمد اسألك سؤال هسه في حال اذا رجع ميسي. الله شو تقول يعني هذا اليوم الفرحة للبرشلونة؟ لا لا جديات راح يحقق ايضا حضور جماهيري يرجع مثل ما كان. اكو هواي برشلونيين راح يصيرون ضد هذا.
ميسي له تأثير كلش وميسي معروفه بس لا هم كيف نايم شلونك يعني وهو نيمار يعني مو تقول مثلا خلينا نقول قلبه ويا النادي قلبه وين فلوس وميسي لا ميسي لا ميسي وين ابونا اخونا كل شيء وشو الفايده راح نسحب هم من ورا الفلوسات له ما عندنا كان هسه بعنا العدو ما عندنا حتى نجيب ليفاندوسكي ونجيب كوندي ونجيب هاي بس هسه بعد يرجع ان شاء الله يرجع من نادي يرجع مع ذلك الريال يعني جمهور الريال اليوم حقق نتيجه مشرفه وحلوه شكرا لك بالعكس جمهور الريال اليوم قدم مباراه منو اللي سجل الاهداف الثلاثه للريال؟ بنزيما وفالفيردي ورودريجو والبرشلونه هسه لا واحد من حبي لا فيران توريس إذن أعزائي المشاهدين طبعاً شكراً لجماهير برشلونة وجماهير الريال واليوم الفرحة مبينة على جماهير الريال والبؤس والحزن والتأثر تضحك بس تضحك من ولا خشمك بايج يعني أنا راح نقدم لك هدية من مول الحربية وكنا نشوف زملائنا شو مقدمين لك هدية شركة بوم شركة بومة 15% من شركة بومة أنت تروح هناك يم مول الحارثية وهي هدية مقدمة من مول الحارثية هدايا مقدمة من مول الحارثية قناة الأيام الفضائية وبرنامج ويا أحبابنا إن شاء الله حظ أوفر يعني البرشلونة إن شاء الله مو؟ راجعين بس شو وقت؟ 2023 رحيم مطجر مو تقول تحكي الريال فازوا لا لا غصبا على خشمك اي بنرجع نرجع ما ترجع رحيم مطجر انت بالشعر انت وبرشلونه شو عليك؟ ولك شو عليك برشلونه؟ تعال هدي هدي مو تعارك وياي يقول اليوم يفوز يفوز ابو الشلغم يفوز يفوز انت شوف ربعك وين صاروا ثلاثه ثلاثه انت شو عليك بالريال؟ مو انا مو هو تعارك ويا انت ايش عليك بالريال انت مسوي لقاء والكلاسيكو هناك بادي وين الكلاسيكو خلصت الكلاسيكو وانت تتكلمي انت برشلوني الف تحيه لجمهور برشلونه والف تحيه طبعا للريال وابو الشلغم الف تحيه الى ايمن ورحيم مطجر تاج على الراس وغلب بناكم وغلب بناكم وغلب بناكم وغلب بناكم الريال الريال خالي الريال رحيم مطجر لا تزعل ان شاء الله راجع خالي الثالثه رحيم زين اوقف تعال برجي ولك تعال وياي انا صاحب عائله قبل اربعة اشهر خمسة اربعة خلي من المتصدر الان فرق مو هواي فرق مو هذا الحكي على العموم الله يحفظ جمهور برشلونه الله يحفظ جمهور برشلونه تحياتنا الجمهور ميسي ميسي وين بعد ميسي يقول ميسي وين راح تحياتنا طبعا جماهيرنا الرائعه من قناه الايام الفضائيه تحياتنا للريال وايضا لبرشلونه اروع ناديين طبعا بالعالم طبعا تحياتنا لهم ما حد انا حبينا نسوي مزحه ونسوي لكن اثنين من نوادي توب التوب يعني بس ان شاء الله راجع رجعونا على راسنا ونشرف هلا بالخميس هلا بنجيمه دوري الاوروبي سهله لا وقف احنا من نزعل كريستيانو بدوري الاوروبي ايه مانشستر بدوري الاوروبي ارسنال بدوري الاوروبي كلها بدوري الاوروبي ورحيم بدوري الليل مو ورحيم وين رحيم مطشر روح رحيم يمشي حبيبي عليكم استاذنا الفاضل حبيبي استاذ ماجي اسم الخير علي زبيدي صحفي واعلامي من جماعتنا والله نشرف الف تحيه لك ولجماعتنا الاعلاميين احنا مو ننحاز جماعتنا لكن كصنف اعزائي المشاهدين نتمنى ما حد يزعل علينا احنا يعني نلتقي بيه نعطي هديه قبل لا نسيله ومعروف يعني قناه الايام الفضائيه وبرنامج ويا احبابنا لكن بما انه صنف احنا شويه بنهتم به اليوم الحكومه منتبه للفنانين للمثقفين للاعلاميين يعني خصوصا للقطاع الاعراضي اولويات الفنانين نقابه الفنان لازم تهتم بالصحفيين والفنانين بس انت عندكم استاذ مؤيد يعني ما شاء الله ابو ليث نعم مو مؤيد اللامي تحياتنا الى السيد النقيب استاذ مؤيد اللامي هذا الرائع نقيب الصحفيين العرب ما شاء الله مو نقيب العراقيين للصحفيين اتصور يعني احنا الفنانين مو مثل الصحفيين يعني اليوم الفنانين في ميدان واحد اكيد استاذ جبار طبعا يعني انا قايل للسيد النقيب
السيد مؤيد اللامي، قلت له نتمنى نكون احنا اللي بجرش وياكم ان شاء الله. ان شاء الله احنا من باب المزحه بالمال، احنا الحمد لله عندنا نقيبنا والنقيب ما شاء الله ما قصر استاذ جبار. ان شاء الله فخر الاعراب. الله يسلمك، الله يعزك، الله يخليك. احنا ما ننسى مواقفك برامجك الخيريه برمضان. الله يسلمك، الله يعزك، تنور العراق دائما. والله احنا استاذنا الفاضل احنا غايتنا نسعد العراقيين، غايتنا نقدم خدمه للعراقيين، غايتنا انه رصيدك، هذا رصيدنا. اكيد 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 اكيد. انا تدري انا سيد النقيب الصحفيين يحبني ويريد خاطري، وسيد النقيب مالتنا ايضا يحبني ويريد خاطري. احنا اليوم نقدم رساله للطرفين، محبوب العراقيين. اكيد اكيد اكيد، هذا يعني كرم من عندك وحقيقه هذا تواضع من عندك. الله يسلمك على مقامك شخصيا. الله يسلمك. اعلاميه وشخصيه فنيه راقيه قامه فنيه. من ذوقك من ذوقك من ذوقك. قمت بادوار مختلفه الحمد لله. عندي انا كثير من الشخصيات اللي هي من واقع حال المجتمع العراقي، من كل واقع حال اللي موجود بالشارع. الحمد لله، والله احنا غايتنا انه الناس تحبنا، لان حتى تكون رسالتنا محترمه تليق بالمتلقي بالمشاهد بالناس، لانه احنا ندعم على انه العراق يحتاج هاي الاصوات الحره، الاصوات الطيبه، الاصوات اللي تالف بين مكونات الشعب، تالف بين القلوب، تبتعد عن التفرقه عن الطائفيه. والله انا اللي مقدم كلمه شكر من خلالك استاذنا الفاضل للنقابه الصحفيه. انا يعني بتدري الاعلام هذا توأم، لكن انا اشكر السيد نقيب الصحفيين الاستاذ الله اخوي وحبيبي وتاج راسي واستاذي استاذ مؤيد اللامي ابو الليث. بابا مفتوح انا احسه، ودائما ما شاء الله الناس تجي، يعني ايش ما نقدم له يعني قليل بحقه، مع العلم انا مو النقابه، انا النقابه جبار جودي، لكن انا احترم هذا الشخص والله العظيم، يستحق كل التقدير والاحترام، ايضا رساله حب ومحبه لكل الصحفيين اللي يقدمون هاي الرساله الرائعه. الله يسلمك، الله يعزك يا حبيبي يا عمري، الله يخليك. أسأل جبار جودي يقول أبو ياسين شو تجيب بطار مؤيد اللامي وتشوي الصحفيين؟ كان وين شنو؟ قلت له بالعكس جبار جودي رائع ومحترم، بدليل انتخبوه مرة ثانية على نزاهته واحترامه وتقديره للفنان العراقي. هو يستحق. أي شخصية يقدم للفنانين، يقدم للصحفيين، للوطن، للعراق، للوطن، أي والله ما عندنا غير الحقيقة. هو هذا اليوم طيل الهدية قبل لا أسئلة، خلينا نطيل الهدية. أشكرك. يعني في زكارة من المصرف الإسلامي. قعد بها مليون. ايش قد بها؟ تعال بها في أساس زينة لو يفجر خلق. يا الله ان شاء الله بده لا بعد، احنا ما ندري. هاي الهديه هي مقدمه من قناه الايام الفضائيه وبرنامج ويا احبابنا مول الحرفيه اللي يقدم الهدايا. لكن انا بدي اسالك سؤال حتى لا يقولون ابو حنا شو ما سالت السؤال. سؤالنا يقول ايام مباركه ذكرى ولاده الرسول محمد عليه افضل الصلاه والسلام، ميلاد منقذ البشريه. الله يا عم ولادة عامل في طبعا احنا الجائزه موجوده، واحنا طبعا هذا الرقي والكلام الرائع والمحترم يعني كل اللي نلتقي بهم راقيين ومحترمين. دائما الصحفي يكون بهاي النزاكه والاتيكيت والبرستيج. وشوف انا قناه الايام عندي اكثر من 20 30 لقاء. ما شاء الله لنا شرف مع اعتزاز حبنا كل الفضائيات، تاج على الراس. تحليل سياسي مع الاستاذ احمد العنزي، شخصيه راقيه، وبقيه الكادر كلهم يعني الله من علاقات عامه الى مصورين الى كادر القناه. دائما نوجه لهم تحيه، نوجه تحيه لجميع فناني العراق من خلال شو اسمه ابنك كبير؟ محمد. ابو محمد طبعا انا اشكر هاي لأن وهاي الشفافيه والحساسيه اللي دائما الله لا والله انت مرتب، لان اشوف العراقيين ما شاء الله نزاكه ترتيب اتكيت يعني حلوه حلوه يعني تحتقي. والله لا والله شرف حبيبي، فرصه سعيده. تحياتي تحياتي لك يا عراقي. بالسلام بالسلام. والله صوره راح نعطيها هديه، راح نعطيها بس يلا بلخذين صوره. انا ايش اي ممكن وممكن احنا نعطيش هديه؟ نعم نعم. اذا جاوبت على السؤال ما شاء الله راح نعطيها هديه. شو اسمك؟ غلط. من ايه؟ غلط غلط. والله من نعم يا غلط، والله من نعم. هاي الهديه شنو؟ هاي ايضا الملابس الحلوه اللي منين؟ من مول الحارثيه، اكو خصم فيها من الماركات العالميه. المن الغله واحلى غله وغله. انت بالمدرسه؟ اي. بيا مدرسه؟ بالتقوى ما شاء الله. بيا صف؟ نعم. ان شاء الله شو تكبرين شو تصيرين؟ صير دكتوره. يما دكتوره يما 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 يما. سلمينا على بابا وماما، سلمينا على الاهل. شكرا لك، والله يحفظك ويحفظ مدرستك يا بابا ويحفظ كل العراقيين.
طيبات. إذن أعزائي المشاهدين، مثل ما شاهدتونا شفتونا وبرنامج ويا أحبابنا من قناة الأيام الفضائية والهدايا المقدمة من مول الحارثية. خلنا نشوف كل اللي ضامننا السيد المخرج محمد سلمان، تعال ويانا، والمخرج محمد سلمان شرحان له. ما أدري يا جايبنا هي شيء، تعال استاذ أوقف هنا، تعال هنا أوقف، تعال استاذ هنا، حتى أنا ما أعرف إحنا نوزع هدايا لو أنا أفتر ورا المخرج. الله يكون بعوني من ورا المخرج محمد سلمان. يلا سعدك، الله يسلمك، شلونك؟ كيفك؟ الله يسلمك، أم الحجية. أم إيهاب، الله يسلم إن شاء الله ويحفظ إيهاب. أبو إيهاب شنو شغله؟ الفنان محمد صقر. أكيد مرت المرحوم أبو إيهاب. ألف رحمة على روحه طبعاً. أعزائي المشاهدين، من رواد الفن العراقي الفنان الراحل محمد صقر أبو إيهاب، واشتغلنا وياه حقيقة هذا الإنسان اللي يستحق التقدير والاحترام. ألف ألف رحمة على روحك أبو إيهاب. وكان أيضاً من فرقة المسرح النجاح والفنانين اللي موجودين انا ذاك، يعني الاستاذ الرائع راسب علي، وايضا خليل ابراهيم، ومحمود ابو العباس، وسعدي الزيدي، والفنانين الكثيرين الكثيرين اللي كانوا موجودين فرقه مسرح النجاح، وهو كان احد ابطال فرقه مسرح النجاح اللي كان من ضمنهم الرائد والرائع والاخ الكبير جاسم شرف وسامي محمود، وايضا الست سمر محمد والست اسيا كمال، وكثير من الفنانين. كان ابو ايهاب رحمه الله على روحه احد رواد الفن العراقي، يعني ابو ايهاب رحمه الله على روحه. احنا طبعا اسفين، يعني انا اعتب طبعا على نقابه الفنانين، واعتب على الفنانين اللي دائما، يعني الفنانين المتوفين ما جاي يذكروهم، ما جاي يجيبون طاريهم. هاي رساله للاستاذ جبار جودي الفن الكبير الرائع، الله الكبير. لكن استاذ جبار جودي ما صور يعني ينسى العالم، لانه دائما عنده فريق راقي ودائما يزور الفنانين، يعني منسيين دائما الفنانين. اذا اعزائي المشاهدين، طبعا احنا رساله موجهه لسيد نقيب الفنانين المحترم جبار جودي، لان انا حقيقه انا دائما اشوفه، يعني هو والاساتذه اللي موجودين وياه يزورون العوائل الفنانين، وايضا الجرحى، وايضا المرضى والناس اللي هذا. لكن هاي رساله حلوه من اختي الغاليه ام اياب زوجة الراحل محمد صقر رحمه الله على روحه، تقول ما قاعد يسالون علينا، احنا هم قدمنا نفسنا للوطن مو للعراق، وقدمنا العراق وقدمنا تاريخ مشرف الى محمد صقر ابو ايهاب. فنتمنى من نقابه الفنانين وعلى راسهم الهرم الكبير اخوي وحبيب استاذي جبار جودي، تقول ام ايهاب تقول احنا المفروض هم يسالون علينا شنو اخباركم كذا. الفنان العراقي مغبون، يعني مغبون، نعم عموما كل الفنان العراقي مغبون بالعراق، نعم يعني ما الى اي حقوق، يعني هذا توفى بعد النساء هاي وعده راتب سته وبعد والله الراتب التقاعد طلع 300,000، يعني راتب ابو ايهاب الماجستير الفنان اللي 37 سنه خدمه وخدم الدوله، يعني راتبه 300,000. اذا هذا الشيء انا وصلها للحكومه، انه راتب محمد صقر رحمه الله على روحه، يعني راتبه 300 هو يعيل عائله مو؟ اي طبعا، وانا طبعا انا اللي شلت انا وبنتي اللي استحق الراتب، فبنتي تزوجت وقت الراتب، زين هو راتب 300 كفي علاج، كفي دواء السكر وضغط وامراض وايجار، وما استحق اي شيء، ما الى اي حقوق، لا قطعه ارض لا شيء، اي شيء ما اخذ ابو ايهاب، ما اي شيء ما اخذ من الدوله. انا اعتب، يعني دائما اعتب. حقك، انت هاي رساله نوجهها بكل حب ومحبه الى الحكومه، ايضا الى المسؤولين القائمين على هاي يعني اليوم احنا نقول احنا عندنا نفط، والنفط يعني خير موجود بالعراق. نتمنى انه لا ينسون الناس اللي انتقلوا الى رحمه الله، عوائلهم رحمه الله على ارواحهم، مو هي سنه الحياه. هاي الرساله راح نوصلها ستي العزيزه، وايضا اخونا وحبيبنا الفنان جبار جودي. طبعا انا ادري به هو محترم، والله لو ادري به ما يسوي شيء للناس زين، خاصه الفنانين، لا والله احكي عليه واحكي عليه، لو يصير مو نقاب نقيب الفنانين والله احكي عليه واقول له انت هيك موقفك سلبي وكذا. لكن انا اشوفه دائما هو الفنانين راح يزورون المرضى وهداياهم موجوده ويقدمون لهم مبالغ ماليه، انا شايفهم يعني. هذا هو اللي كنا نستلمها اللي كل سنه، ليش منعوا الفنانين المتوفين من هاي الملحه؟ ليش منعوها من الفنانين المتوفين؟ يعني طب انا عندي ايهاب ترى وعندي وثاق بال إذن استاذنا الفاضل استاذ جبار جودي، الناس تنتظر الملحه، عوائل الفنانين وخاصه اللي انتقلوا الى رحمه الله، عوائلهم شنو ذنبهم يقولون؟ سيدي النقيب طبعا تسمح لي انه القي رساله الاخت الغاليه محمد صقر الراحل رحمه الله على روحه، احد الفنانين والرموز اللي موجودين بالوسط الفني، تقول احنا كانوا يعطونا المنحه، والمنحه من توفى؟
قطعوها زين احنا شنو ذنبنا غير احنا عائلته؟ فاحنا مشمولين بالمنحه؟ لو ما مشمولين احنا راح ناخذ تليفونك ونوصل رسالتنا ايضا بعد اللقاء السيد النقيب. شوف النقيب شنو اللي هذا عنده الاجراءات اللي يعني له حق بها ما له حق شنو؟ الاستاذ هو عنده طبعا رقم ايهاب ورقم واتساب ولدي ايه؟ بالنقابه موجودين. زين هم راجعوا النقابه قالوا لنا ما نعطيكم؟ راجعوا النقابه قالوا المتوفين ما لهم بعد هو نفس استاذ جبار؟ اي نفسه. إذا خلاص خلي خاطب وزارة المالية خاطب الحكومة يقولون يا بدول أهلنا وناسنا شنو ذنبهم يعني أنا أدري المتوفي المتقاعد إذا توفى عائلته راح يجي يعني عائلته طبعاً مو عائلته مو حكايها يعني وخاصة الفنان اللي ما استفاد من الدولة أي شيء يعني إن شاء الله هاي رسالة هاي رسالة يعني ما استفاد أبو إيهاب كل شيء من الدولة هسه إحنا هاي رسالة راح نوصل إليه وما يصير خاطر شلة طيب أيضاً راح نعطيك الهدية بس عندنا سؤال أعطينا الهدية شنو الهدية عمو؟ شركة أسرار العود العطور مقدمة من مول الحارثية اللي هو بالحارثية أمن تعرفون جمهورنا الكريم هاي الهدايا مقدمة من مول الحارثية كل هدايانا مقدمة ببرنامج ويا أحباب لقناة الأيام الفضائية من مول الحارثية هاي الأخت الغالية هاي الخليل وراح أسأل السؤال اليوم الأيام هاي الحلوة المباركة هي ذكرى ولادة الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بس تسأل السؤال زوجات الرسول ايش قد؟ زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم 9 زوجات ما شاء الله 9 زوجات اللي انا اللي ادري استاذ محمد صقر اللي هو من النجف الف تحياتنا طبعا لكل ناسنا لا لا ادري هو بالكلاده بس قصدي اصله وفصله يعني مدينه الامام علي عليه السلام مو؟ سلام الله عليه خوش كل زين تحياتنا وسلامنا لكل محافظات العراق وايضا بنت الرسول عليه افضل الصلاه والسلام من هي؟ سيده فاطمه الزهراء سلام الله عليها سيده فاطمه الزهراء عليه افضل السلام احنا هسه رسالتك راح نوصلها للسيد النقيب ونقول له لازم اعاده النظر بالمنحه خاصه العوائل الفنانين المتوفين وهاي الصوره بصوت احنا راح ننقلها للسيد نقيب الفنانين جبار جولي استاذ جبار الناس تريد فليسات هذول المتوفين الفنانين يعني اذا الفنان توفى شلون يعني ما ياخذ اسمه ما ياخذ الفليسات مالتهم؟ فنتمنى يعني اذا انت ما عندك صلاحيه يجوز ما عندك صلاحيه خلينا ينظرون بهاي هو راح ان شاء الله يعني الفنان راتبه كلش قليل يعني ابو ايهاب فنان ماجستير 37 سنه خدمه يعني بالزياده مالت المالكي مره 40 ومره 100 يلا صار 300 زين يعني الانسان المستفيد يعني مو بس انا كل الناس يعني مرض وايجار وما احنا ما مستفيدين الله 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 يكون بينا يعني بهاي والله انا هالرساله بكل امانه وصلت للسيد النقيب الفنانين ايضا الساده المسؤولين اللي شاهدونا من خلال شاشه الايام الفضائيه وبرنامج ويا احبابنا خلاحموا ويا احبابنا وان شاء الله بكل صدق نوصل لك اياها وداعت اولادي انا واحد من الناس اوصل لك اياها وانت تاج راسي الا اخوي سلمي لنا على الاهل واحنا قاعدين نمشي ايضا شفنا العائله الكريمه ابو من؟ ابو نرجس ابو نرجس وين نرجس؟ هاي نرجس شو اسمك؟ كل زين ريحانه ريحانه بعد ايش عندك؟ ولا عندك؟ الله يحفظك ان شاء الله يا سنه تزوجت ابو نرجس؟ بال 2015 2015 كل زين والاهل اقربائك قريبه جيراننا الله طبعا ايش ما احلى جيراننا الجيران طبعا اهل الف تحيه لكل الجوارين بالعاصمة الحبيبة بالكردستان بالغربية بتكريت بكركوك بالعمارة بالبصرة بالكوت بالنجف كل أنحاء العراق جار مثل يعني شلون اليوم جارك جار قبل الدار جار عزيز يعني هسه احنا عندنا جوارينا والله أهل من هنا بيت أبو نور من هنا بيت أبو جنوبة أقبالنا بيت أبو أحمد أقبالنا بيت أبو فلاح أبصفنا بيت العتابي عايد تحياتنا حجي عايد وأيضا إحنا كلنا عبارة عن أهل مو بيت علاء كاظم الأهل يمنا يعني ناسنا عمي أبو علاء تاج راسي بنشرب بيك كل الأوائل اليمنى تاج على الراس الجار اليوم من يصير فد موقف قبل وهسه شو يصير؟ من يصير مناسبة كل الشارك
سامح الله. من نصير حزين الكل تحزن. صحيح. الكل توقف ويا الجار. فالجار اليوم إلا ثقله، يعني محترم الجار، احنا أهل عائلة وعلاقنا علاقة الخير والمودة والمحبة. ومجتمعنا أيضا مجتمعنا يستحق أيضا الاحترام والتقدير. إن شاء الله. هسه احنا راح نعطيك هدية قبل أن نسألك. حتى نفرحك ليش هسه احنا راح نسولف، هسه تقول احنا شنو نطلع على السالفة، احنا نريد هدية. شنو الهدية عمو؟ هاي ملابس، هاي ملابس اديداس، ملابس الطابق الارضي في مول الحرفيه لاخويا بما انه هذا. وهاي هاي لا لا تعال انت جبتها. وهاي خصم من وكاله يو اس ملابس مو 15% بولو. بولو كلجين ماركت. هاي اثنين هديتين. هسه راح نسالك سؤال، هاي منين تستلم؟ من مول الحرفيه. هدايا أنا مقدمة من مول الحارثية، جمهورنا الكريم في الحارثية. المول هذا يوزع هدايا وبرنامجنا احنا نفتر به، حتى نعطي هدايا من قناة الأيام الفضائية وتقديم ماجد ياسين أبو نرجس. هاي الهدايا وصلت. هسه راح نسألك سؤال، بما أنه أنت مبين يعني تقدر تجاوب، ولا ما جاوبت مبين راح نقرأك بهاي. شنو شغلك أبو نرجس؟ نعم. شنو شغلك؟ أنا عسكري. سلام بوي، ألف تحية الرجال الحشد الشعبي وسرايا السلام والأجهزة الأمنية والبيش مرقة والشرطة الاتحادية والجيش العراق وكل الأجهزة الأمنية، تحياتنا. طبعاً أنا سؤالي اليوم مبارك، من ضمن أيام مباركة ذكرى ولادة الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. هسه راح أسألك سؤال، يا عم ولد الرسول محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. عامل فيل كل زين كل زين عمي ابو نرجس خوش. هسه السؤال الثاني، من هي مرضعة الرسول محمد عليه افضل الصلاه والسلام؟ حليمة السعدية. كل زين بعد هاي كل زين. اذا ما هو الغار الذي غار حراء؟ ابويا شنو هاي عمتي رادك بوها. انت خذيت الهدايا كلها وجاوبت على الاسئله، احنا بعد منا انا ونقطع لان راح اخذ الهدايا كلها. ابو نرجس وجزا الله بخير، وتحياتنا لاخواننا وناسنا الحشيد وعلى راسنا سرايا السلام. ولا تنسى ايضا تحيانا وسلامنا ايضا للبيش مرقه وايضا للشرطه الاتحاديه الله سبحانه وتعالى والجيش وكل الاجهزه الامنيه، ان يحفظ العراق والعراقيين ويخلصنا من افكاك الفاسدين. الله يسلمك ويسر المصلحين. امين. بحق محمد وال محمد. الله يشرف تاج نرجس. انا خلفت هديه انا خوش من قناه الايام الفضائيه، وراح نطوش ملابس حلوات منين؟ من مول الحارثية. قولي شكرا لمول الحارثية. وين ابو ريحانه؟ شلونكم؟ خو ماكو شيء؟ ماشي خير سالمين ان شاء الله. طبعا مشاهدي قناه الايام الفضائيه، فدقيقه من عم فدقيقه، عندنا هدايا وجوائز. برنامج ويا احبابنا ايضا. سلام عليك، تعال هنا، تعال هنا، خلي الغالي تروح هناك. الله يحفظك يا روحنا. سلام عليكم. السلام عليكم. السلام. سيف. سيف وانت يا عمو عبير الاهل. الله يحفظك يا الله يسعدكم والله يهنيكم، وان شاء الله اشوفكم عندكم بيبي في الطريق ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله يسعدكم واولا بالدرجه الاولى هي حقيقه يعني اشوفكم كل خير للجميع ان شاء الله. وين قاعد انت ويا الوالد ويا الوالده ويا الاهل لو احدك عايزين؟ تحياتنا وسلامنا ألف 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 سلام شارع فلسطين والعائلة الطيبة الكريمة لكل عوائلنا وكل عراقينا. الله يسلمك. احنا طبعا عندنا برنامجنا ويا احبابنا من قناة الأيام الفضائية. نعم. هدايا مقدمة من مول الحارثية، والهدايا طبعا اعطينا خلينا نعطي الهدايا حتى نسأله براحته يجاوب ما يجاوب. احنا عندنا ميزة. شنو الهدية؟ شركة ألدو للأهلية. وهاي هدية مقدمة. هسه نرجع للسؤال. بغض النظر على هدية شوفتكم. الله يسلمك ويحفظك ويحفظ الأخت بنت أخوي عبير ويحفظك. ساكن قد متزوجين؟ 5 سنوات. ما شاء الله الحين بعد الحمد لله. أنت مثل ياسين صار لك 5 سنوات وبعد بطلك قلبي. الله كريم. إن شاء الله الله يسعدك ويسعد ياسين وكل أولادنا وبناتنا والله يحفظ العراق كلهم جميعا. واللي ما عنده طفل الله يرزقه طفل، واللي ما عنده بتونه الله يحفظه وان شاء الله يرزقه بتونه اللي هي الطفله.
اليوم طبعا، وهذا كله طبعا بيد الله سبحانه وتعالى. اكيد 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 رزق طبعا، رزق احنا احنا يقول انت تريد وانا اريد، والله يفعل ما يريد بيد ربك. الحمد لله على كل حال. وانت انزين تقانع عمريتك قانعه الله سبحانه وتعالى ان شاء الله دار بالش عليه. اي طبعا وموش اللي الحاله اكو ملاحظه كلش حلوه مشاهدينا الاعزاء. يعني انا من عندي ياسين ابني على سبيل المثال ما عنده اولاد، ومرته تلح عليه صعبه، او ياسين يلح على زوجته صعبه، هي بيد الله سبحانه وتعالى. وتشوفون انه يعني عبير والاسم بخير سيوفي الله يحفظهم، انهم قانعين وياسين ومرته قانعين والناس هذا. لكن اكو مرات واحد يلح على زوجته، واني كان عشان تورطت من ابو الزبجيه زين، اني اريد ولد اريد بنيه، وتروح الوالده تقول له يمه بنت الحلال وهاي مريتك، ما يصير. لان هي مثل يعني تدري احنا غير من صرنا صرنا اهل، لازم انا اللي يجيني طفل او ما يجيني طفل، هاي بيد الله سبحانه وتعالى. مو اكيد طبعا طبعا انا اتفق وياك ويا ارزاق موزعه ارزاق، وانا مرتي ماخذها وسعيد فيها. اتمنى ايضا نظره ابويه من قبل السيده الوالده اللي موجوده بالبيت، انه يما هاي مريتك وخلطك واحده ثانيه، هاي صعبه صعبه، هاي شريكه حياتي وهاي تاج راسي وهاي انا شافت وياي الحلوه والمره. لذلك يعني صح الله سبحانه وتعالى حلل لنا اربعه، لكن انا اذا احس بنفسي سعيد. يعني احنا عندنا واحد من واحد تزوج وحده والثانيه والثالثه وما رزق. مضبوط انا وجهه نظري بهذا الموضوع ابو ياسين. يعني انت يجوز رب العالمين طاك الصحه والعافيه والاب والام والرزق والدراسه. الدراسه الله عوضك الله عوضك بغير شيء. وانا سعيد مع زوجتي واحس بسعاده واني ملك. طبيعي هي سعيد رب العالمين. اما القسمه يعني والله العظيم انا اعرف واحد ودعت اولادي. اعرف واحد ثلاث مرات تزوج ما صارت عنده قسم، هاي من خلال شاشه ال يعني انا ما بيد الله يعني. لا وين هسه انا فرضا تزوجت جاني طفل، ما اريد انا اريد الطفل يعني من زوجتي. هسه انا احمد الله والديك، لذلك انا اتمنى انه لا يصير ثقل على الزوجه ونحملها مسؤوليه. وليش مرتك ما جابت لحد الان وسنتين واحنا يما مرت منك ولد، يما اريد اشوف ابنك يما انت تمرطيت. لو تقول لك قل لها تقول لها يما كانت تتوازيت انت جبت هاي علاقة حب، كان مش بنت اختي جبت لك اياها، البنت الاخت على الراس وهو زوجته على الراس، لكن يصير اكو تفاهم. اليوم احنا لازم نتفاهم بيناتنا، لانه العائله العائله السعيده ما يصير بها هاي المنغصات. صح الوالده من حقها تشوف ولد ولدها، تشوف ابن ابنها سعيده، لكن قدر يعني لا لا نؤمن احنا نؤمن بالرزق. الوالده عزيزه علينا والوالده ما ينكسر بطلبها مو وتتمنى. ومرات لا والله الوالده تقول لك لا يا مريتك. انا الحمد لله احكي عن نفسي يعني في البيت سواء من اهلي او اهلها درجة عالية من الثقافة والقناعة والكل والكل حتى اللي شاهدنا عندهم قناعة عندهم ثقافة عالية مو طبيعية ومحترمين ومقدرين وعلى راسنا. لكن احنا نتمنى الحياة السعيدة تستمر بدون ملغصات. اليوم انا يعني سعيد وما عندي أي مشكلة، زوجتي وأنا متفاهمين. يجوز بعد سنتين الله يرزقني ثلاث سنوات، ويجوز الله ما يريدها تصير ما عندنا مشكلة. بيت ربك بيت ربك. هسه احنا طبعا احنا نسالك السؤال اللي بعدك ما سالنا مو شرفني الله يسلمك. احنا سالنا بعد ما بعد ما عبير راح يسال السؤال لعمه. مو مع انه يعني اليوم هاي الايام المباركه ذكرى ولاده الرسول محمد عليه افضل الصلاه والسلام. نعم بنت الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، سؤال لك من هي من بنات الرسول؟ هسه هو قال لك فاطمه عليها افضل الصلاه والسلام. راح نعيد السؤال، احنا الهديه خذيتها زين. زوجات الرسول عليه افضل الصلاه والسلام هاي شلون ايش فيها؟ حتى هو ما يعرفها، وانا اذا هو عرف اعطيها هسه هديه. هسه الرسول عليه افضل الصلاه والسلام الرسول قد عائشه كم وحده زوجاته؟ روايه تسعه اتوقع، تسعه او ثمانيه. تسعه او ثمانيه فعلا هذا سؤال صحيح طبعا. وفعلا السيده عائشه والسيده خديجه والكثير من التسعه مو تسعه على راس نور سلام الله عليهم الله يحفظهم ان شاء الله. يعني يحفظ الناس اللي ايضا يعرفون الاسئله مو. لذلك احنا شو نقول؟ احنا نقول احنا بس احنا نقول الله يحفظهم لانه يستحقون طبعا. أكيد. احنا راح نطلع على ارواحهم لكن منزلتهم مو اكيد منزلتهم كبيره عند الله. اي مو ما
المواريث اللي ورثناها. طبعا 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 انا من قلت الله يحفظهم معناته مو معناته لا لما يعني انا القصد انه رحمه الله على ارواحهم او الله يحفظهم لكن منزلتهم كبيره 100% هم قدوه. اذا قناه الايام الفضائيه تشكر لك الغالي محمد مو سيوفي وعبير والله يحفظهم ان شاء الله ومن خلال تواجدهم هنا نتمنى هاي الحلقه قد نالت رضاكم. وصلنا الى مسك الختام انتظرونا وحلقات قادمه من برنامج ويا احبابنا وهدايانا مقدمه من مول الحارثيه. الف شكر لمول الحارثيه وشكرا لسيوفي وشكرا للغاليه بالتقويه عبير. والمره الثانيه ان شاء الله نشوفك وليتكم وياكم يا رب ان شاء الله. الله يسعدك ويسعد الوالده والاهل ويسعد اهلها ويسعد امك. الله يحفظ شعبتي ابد لا بوجود لا بوجود. ياسين تشرفنا بيك وشوفتك الغاليه نعتز بيك. الله يسلمك وليد حبيبي فدنا الامر مشرف ممنون فدنا الامر والله كلش فرحان ليش شرف يشرف يشرف فدنا الامر ممنونين بالسلامه وسلام. قلنا مسك الختام الى اللقاء وحلقات قادمه من برنامج ويا احبابنا سيف وعبير. شكرا. مع السلامه.